أي كعكة حتى ألذ كعكة يمكن أن تفسد إذا استخدمتم الديكور الخاطئ. كل هذا لأن التفاصيل مهمة جداً. دعونا نتأكد من ذلك معاً. ما أجمل هذه الكعكات! أنا مستعدة لاختيار الزينة الخاصة بي. واو، ديدان صمغية سكرية روعة! ميلا انظري فقط كم يوجد! الآن حان دورك لتدوير العجلة. أخشى أن أحصل على شيء أقل طعماً. كنت أعلم، الديدان الحقيقية مثيرة للاشمئزاز. مقرفة، كم هي فظيعة! لا أستطيع حتى أن أضعها على كعكتي. عليك القيام بذلك سواء أعجبك أم لا. هيا، سأغمض عيني حتى لا أراها. يا أمي، إنهم يتحركون، هذا أمر فظيع. لكن لماذا قليل جدا؟ عليك أن تضعي كل شيء. لم أعتقد أنك قاسية جدا يا كيت، اعتبرتك صديقتي. نعم، هذا ليس أفضل مشهد، لكنه ليس خطأي، هذه هي القواعد. لا أريد أن أضعها في فمي. تتحرك الديدان، بالتأكيد لا أستطيع النجاة من هذا، مقزز. أوه، أنا بحاجة لأكل هذه الكعكة بدون زينة. لا يزال مقرف، أنا غارقة في طعم الديدان. أوه، هناك شيئا يزحف على وجهي. لا، إنه ديدان مرة أخرى. كم هذا مخيف، لقد تمكنوا من الزحف على شعري. متى سينتهي كل هذا؟ هل يمكنك أن تكوني أكثر حذراً؟ طار الدودة أمامي. من الجيد أنك أكلت كل شيء، بقي الديدان السكرية فقط. لا يوجد زينة أفضل. أنا متأكدة أنهم سوف يزينون كعكتي ويجعلونها أفضل وألذ. انظري كم هذا جميل، هل ترغبي في التجريب؟ يبدو رائعاً فعلاً. كم هو لذيذ، ليس لديك فكرة. أنا جاهزة لأكل هذه الكعكة دفعة واحدة، لا يوجد مزيج أفضل. كيت، هل يمكنك أن تعطيني قطعة واحدة على الأقل؟ بالطبع لا، لا تتأملي حتى. لم أتوقع أي إجابة أخرى. حسناً، لا مشكلة، سأعلمك درساً يا صديقتي. ما هذا الهجوم؟ يمكنني الدفاع عن كعكتي؟ دعينا نرى من هو الأقوى، سوف أحمي نفسي. أنت دافعي وأنا سأهاجم. هذه ضربة؟ أوه، أنت جيدة. من أجل كعكتي أنا مستعدة لفعل أي شيء. لقد خسرت، لن أتمكن من تذوق الكعكة. سوف أتذكر هذا لك، لكن لدي خطة جديدة. ماذا تفعلي يا ميلا؟ دعيني أذهب. الكعكة كلها لك الآن. ممتاز، أنت متسخة. أنا مستعدة لتدوير العجلة مرة أخرى. أنا في مهب الريح الآن، يا لها من ريح قوية. أو لا، مستحيل، هذا فلفل حار. أخيرا حصلت على شيء سيء وليس على لذاذة. دعونا نرى كيف ستتعاملي معها. أنا متأكدة أنني محظوظة هذه المرة. لديك عين سكرية، ليس عادلا. وماذا في ذلك؟ كل شيء عادل، هكذا تقرر القدر. انظري كم تبدو هذه العيون السكرية على كعكتي. يا إلهي، أفضل مزيج من النكهات. سوف أتذكر هذه الكعكة للأبد. أريد أن أجربها أيضا. ماذا؟ لا، أنت لم تشاركي معي ولن أشارك معك. مجنونة، كنت أن تؤذيني. لكنك الآن بالتأكيد لن تتعدي على كعكتي. ولماذا أحتاج إلى هذه الشوكة؟ سوف آكل بيدي، مذاقها أفضل. وإلى جانب ذلك يمكنني وضع الكثير في فمي مرة واحدة. أتخيل كم هذا لذيذ. ليست كعكة بل حلم جميل. أنت على حق، لكن هناك عيبا واحدا فقط، لقد انتهوا بسرعة. لم يتبقى سوى هذه العين، سأرميها وألتقطها في فمي. أو لا، لقد فقدتها. لا أفهم كيف حدث ذلك. هدية القدر الحقيقية، تمكنت من تجربتها. الآن كلي كعكة الفلفل الحار الخاصة بك. شكرا على تذكيري. حسنا، لنبدأ بالزينة أولا. اتضح أنه جيد. انظري إلى هذه الألوان الجميلة. الآن دعينا نتعرف على مذاق الكعكة. يمكن الاستغناء عنها، يبدو أنه يجب علي ذلك. يجب أن أجرب. أشعر بالفعل بالحرارة، أنا لا أحب الفلفل الحار. لماذا قليل جدا؟ خذي عدة قطع مرة واحدة. سترين، لن يأتي منه شيئا جيدا. لا تحاولي أن أشفق عليك، ستأكلي حتى النهاية. انتهيت، أتمنى أن تكوني سعيدة. أو لا، إنه يبدأ، أنا على وشك إشعال حريق. يا أمي، أنا مشتعلة.
أنني بلغت في الأمر. ما كان يجب أن أجعلها تأكل كل الفلفل. انتظري يا كيت، سأسكب الماء عليك. كم هذا جيد، شكرا. حان دوري لتدوير العجلة أولا. واو، صبار، لكنه شائك جدا. كيف سآكله؟ انتظري لحظة، في رأيي هناك خطأ. لقد توقفت العجلة على البطاطس. حسنا حسنا، لا غش. هذا صحيح، لا تخدعينني حاليا. أنا أقوم بتدوير العجلة. يخبرني حتي أنني سأحصل على شيء لذيذ. العلكة لم تخذلني. واو، العديد من الأصناف. هل يمكنك أن تعطيني واحدة منهم على الأقل؟ حسنا، لا أريد أن أجرب كل شيء بنفسي. أعتقد إذا قمت بدمج الألوان سيصبح كل شيء جميل ومشرق. يا إلهي، رائحتها الشهية، بالكاد أستطيع كبح نفسي عن أكلها. اتضح أنها رائعة جدا. أود الحصول على هذه الكعكة. ليس من الضروري استخدام كل العلكة للزينة، يمكن أن أكل بهذه الطريقة. أنت على حق، انظري لدي قلب. واو، لطيف. أعتقد أنه سيكمل الرسم بالكامل بشكل مثالي. هذا عبقري، أنت مصممة ديكور رائعة. شكرا لك. أخيرا حانت اللحظة الأهم، يمكنني تجريب ما حصلت عليه. ليس لدي شك في أنه لذيذ للغاية. نعم، أنت على حق 100%. لن أتوقف حتى آكل كل شيء. كيت، أنت قذرة ومتسخة، أين الأتيكيت؟ أعترفي بذلك، أنت فقط تغارين مني. لقد نسيت تماما أن العلكة يمكن أن أنفخ بها فقاعات. ربما عليك التوقف الآن. هذه الفقاعات تخيفني، إنها كبيرة جدا. حسنا، هذا كل شيء، لابد لي من وضع حدا لها. آسفة. ماذا فعلت يا ميلا؟ بسببك أنا كل بهذه العلكة. محرج، لكن هذا خطأك، لقد طلبت منك التوقف. يا له من صبار شائك، لا أستطيع أكله. هيا، إنها مشكلتك. لدي فكرة، سأحاول أن أجعلها تنبض بالحياة. أخشى أن هذا المقص لن يصلح، أنا بحاجة لشيء أصغر. هذا أيضا كبير، لكن هذا المقص مناسب تماما. حان الوقت لقص شعر هذا الصبار، من الواضح أن هذه الأشواك لا تناسبه. ما هذه الخطة؟ متألقة؟ شكراً لك. آمل الآن أن أتمكن من أكل كعكة صبار الخاصة بي دون أي أذى. لكن هذا يدوم لفترة طويلة، أنا بالفعل أغفو. استيقظي. كيف تجرؤي؟ لقد ألمتيني. بدلاً من ذلك زيني الكعكة وتناوليها الآن. لقد توصلت إلى فكرة، أحتاج إلى فرك الصبار الخاص بي على مبشرة، ثم سيكون أكثر ملائمة لاستخدامه للزينة. انظري، الآن الطبقة متساوية، لقد قمت بعمل رائع. سعيدة من أجلك، حان وقت التذوق. الصبار مرير بعض الشيء، لكنه ليس سيئا بشكل عام. هذا عظيم. أو أين نحن؟ لا، انظري، ما هذا؟ أتمنى أن يكون لذيذ. ما هذا؟ قنبلة. لنختبئ الآن، ستنفجر. يبدو أنها معطلة، هناك شيء غير صحيح. فهمت، إنها قنبلة حلوة، رائع، أنها لذيذة جدا، طعم متفجرا حقا. واو، من المستحيل التوقف، أريد المزيد والمزيد. أتمنى أن أجربها أيضا. لا حقا، إنها ملكي. واو، أكلت بهذه السرعة. تبقى الجزء الأخير، هذه هي المرة الأولى التي أتناول بها ساعة توقيت، وهي لذيذة. أنصح الجميع بتجربتها. توقفي، ما هذا الصوت؟ قادم من هنا، ماذا هنا؟ هل هذه قنبلة حقيقية؟ نعم. ساعدونا، ماذا يحدث؟ انظري. مرحبا بجميع، سمعت أن هناك من طلب المساعدة. لا تقلقوا، سأنقذكم، لدي شريط خاص، هكذا أنتم بأمان أكثر. وما هذا؟ أتساءل إذا كانت ستنفجر قريبا. الأمر ليس واضحا، علي الإسراع. سأبتلعك أو أكسرك. واو، هل يعرف أي شخص كيفية استخدام هذه الأزرار؟ أعتقد أنني دمرت كل شيء، انتهى عملي هنا وداعا. واو، عال جدا. ماري، ماذا سنفعل بالقنبلة؟ لا داعي للذعر، لدي خطة، بالضبط ما هو مطلوب. ماري، هذا لن يساعد فعلا. وهذه الدجاجة؟ بالطبع لا، هذا مستحيل. وماذا عن هذا؟ لا، قومي بإزالتها بسرعة. الأمر ممل معك. القطع يجب أن تفي بالغرض، سوف أقطع السلك. نعم، فكرة عظيمة.
واو، هناك الكثير من الأسلاك. أي واحدة يجب أن أقطع؟ سأقطع الأزرق. من فضلك خمني. أكاد أنتهي. نجحت. هل نحن بأمان؟ نعم. أوه لا، الوقت يمضي بشكل أسرع. لا. واو، أنا مغطاة بالكامل بالشوكولاتة. هذا باهر. نعم، وأنا أيضاً. من منا سوف يأكل الكثير من الشوكولاتة؟ أنا سوف أفوز. واحدة أخرى. وأنا لن أترك لك أي واحدة. كان ذلك رائعاً. نفتح. واو، أنا سعيدة للغاية. إنه آيفون جديد. رائع، وأنا أيضاً. هذه أفضل هدية. هل لدينا جهازين آيفون متطابقين؟ لا أعلم، أنا سوف أتحقق. واو، أمسكه بيدي بشكل مريح. وهناك العديد من التطبيقات أيضاً. لكن لماذا لا يعملون؟ هناك شيء خاطئ. واو، الآيفون من الشوكولاتة. لم أجرب هذا من قبل. رائع، إذا كان لديك شوكولاتة فأنا لدي حقيقي. ممتاز، حان الوقت لأخذ بعض صور السيلفي. لها فكرة عظيمة، سأبتسم. ابتعدي، أنت تفسدين صوري. أفضل بكثير بهذه الطريقة. انتظري، سيكون انتقامي قاسياً. كم أنا جميلة. أوه، ساعدوني. أوه لا، جهاز الآيفون الخاص بي. تستحقي ذلك. أوه، هذا بسببك. أين هاتفي الشوكولاتي؟ أتمنى أن كل شيء على ما يرام. أوه لا، هاتفي الجديد. لن أكون قادرة على التقاط الصور بعد الآن. فكرة. ماري، ماذا تريدي؟ دعينا نبدل الهواتف. واو، هيا، أعطني خاصتك وخذي خاصتي. شكراً. أوه لا، إنه مكسور. خدعتيني يا تشيلسي. ماذا؟ إنها تأكل الشوكولاتة الخاصة بي. حسناً، أعيديه. لن أشارك في مثل هذا التبادل. آه، هناك قطعة صغيرة جداً متبقية. واو، شاحن شوكولاتي. أشك في أنه سيساعد، لكن يمكنني المحاولة. أوكي. واو، رائع. يمكنني أكل الآيفون إلى ما لا نهاية. واو، ماري محظوظة. أحسديني في صمت. لذيذ. ربما يمكنني إصلاح جهاز الآيفون خاصتي. يستحق التجريب. أوه، ساعدوني، أنقذوني. لقد كانت فكرة سيئة. يا لها من تسريحة الشعر. أنا الأولى. واو، بيضة كندر المفضلة لدي. هناك الكثير. باهر، أنا أيضاً. ما يصل إلى 6 قطع. ماذا؟ وأنت أيضاً. من لديه شوكولاتة ومن لديه حقيقي؟ لا أعلم. حسناً، سأبدأ. هاي، لدي كندر حقيقية. علي فتح كل شيء. لا أستطيع الانتظار لتجربتهم. شوكولاتة بالحليب، أعشقها. رائع، في الداخل هناك حلوى أمندمز. طعم لذيذ بشكل مضاعف. واو، أنا أريد أيضاً. بالضبط، لدي بيضة كندر أيضاً. كم رائحتها حلوة. مقرف، إنها بيضة حقيقية. هذا مقرف. ها، تستحقي ذلك. ليس عادلاً. آمل ألا تكون البيضة التالية هكذا. من المخيف التجريب. أوه لا، إنه أيضاً صفار البيض. أنا أكرهه. مقرف، يد مقزز. هذه أسوأ جولة. أنا أحبها. بعد كل شيء، بيضة مفاجأة كندر هي أفضل ضيافة لذيذة في العالم. إنها شوكولاتة حلوة ومفاجأة في الداخل. رائع، كرة الشوكولاتة، أعشقها. لكني أريد أيضاً أن أتناول بيضة واحدة على الأقل. تشيلسي، شاركيني من فضلك. لا، لا يمكنني إعطاء المفاجأة لشخص ما. إنها ملكي فقط. تشيلسي، أنت بخيلة جداً. ماذا أفعل؟ فكرة، سأمزح مع تشيلسي. ربما ستفهم بعد ذلك أنها بحاجة إلى المشاركة مع أصدقائها. أي واحدة سنأكل بعد ذلك؟ هذا بالضبط ما هو مطلوب. قفوا، يا له من طعم مقرف. ما الذي لم يعجبك؟ أوه، لقد قمت بخداعي. حسناً، انتظري. خذي هذا. أوه لا، وجهي، يا له من مقزز.
مقلبك لم يكن ناجحاً. مقزز. عليك أن تأكلي كل البيض. ليس هذا. من الضروري ذلك. على الرغم من أنه لدي فكرة أفضل. دعونا نحصل على دقيقة من الطهي. ماذا ستفعلي مرة أخرى؟ نأخذ بيضة واحدة ونقسمها في المقلبس. وهكذا نفعل مع كل البيض ونحصل على البيض المخفوق. واو، يبدو فاتحاً للشهية. ماري، شاركيني. لا، هذا البيض المخفوق لي فقط. حسناً حسناً. خدعة الطهي الخطيرة. واو، كم ارتفاعه. فكرة، خذي هذا. هذا يناسبك بشكل أفضل. دمرتي البيض المخفوق. لن أطبخ بعد الآن. أنا سأبدأ. واو، مجموعة ماكدونالدز، رائع. الآن دوري. واو، أنا أيضاً. سأجرب أولاً. الكوكاكولا تقضي على العطش. ماذا حدث؟ فهمت، لدي شوكولاتة كوكاكولا. بالضبط، أنا أحب الشوكولاتة. واو، هذا رائع. نعم، رائع، إنها حلوى أمندمز. كولا من الشوكولاتة وأمندمز، إنه مزيج مثالي. أنا أريد ذلك أيضاً. لا، ساعدوني، أنا مبتلى في كل مكان. هل أحببت دوش الكوكاكولا؟ لا يوجد شيء مضحك هنا. للأسف، تركتي بدون كولا. من المثير للاهتمام أن البطاطس المقلية هي أيضاً شوكولاتية. نعم، فرحة كاملة. بطاطا مقلية بشوكولاتة، لم أتذوق هذا من قبل. أريد أن أكل كل شيء دفعة واحدة. جميل، يمكنني أكله إلى الأبد. رائع، حتى الصندوق صالح للأكل. أنت تمزحين؟ أنت خدعتيني، إنه غير صالح للأكل. لقد تركت بدون بطاطس وبدون كولا. لا تقلقي، خذي. رائع، شكرا جزيلا. إنه لذيذ حقا. أي طعام تفضلون، الشوكولاتي أو الحقيقي؟ اكتبوا لنا في التعليقات واشتركوا في قناة داردا حتى لا تفوتوا أي جديد مع شخصياتكم المفضلة. إلى اللقاء.